الصراع بين الخير والشر سيناريو بيحمل بين تفاصيله كتير من الرسائل يلي بتلخص شكل الحياة الحقيقية مثل ما بنتمناها بانتصار الخير وزوال الشر. هالفكرة يلي معظمنا تعلمها من عمر صغير وترسخت بأذهاننا مع الوقت وتراكم الخيبات صارت مجرد خيال منسي. لهذا السبب ومن خلال دمج الرقص مع البلاوي تفاصيل فوت فيها مع بالرأس، وهي كان في تفاصيل فوت معي بالرؤية البصرية انه هون بدنا شيء هون بدنا شيء. اكتمل العرض، انا حسيت انه عم نقدم شيء جديد على مستوى سوريا، هي عروض بصرية. انا عملت قبل كثير عروض بصرية اطفال وعملت هون، بس هون مختلف الوضع انه عم تقدميه عن طريق شو فيه 80 90 طفل هن اللي عم يأدوا، يعني مو ممثلين عاديين. كمان هاي الشغلة جديدة يعني انا بحسها ومفيدة للطفل، يعني آخر شيء الطفل هلا صار بحاجة إنه يشوف شيء بصري، مو هو جاي على المسرح بس عشان الخير والشر وكذا، لا هو صار بحاجة إنه يشوف شيء يحركه من جوا، بتقنعيه إنه ضلك وشوف، وآخر شيء توصلي له الأهداف اللي نحن بدنا إياها، هي التعاون، المحبة، السلام. العرض كان ملكة الخير، وانه كان في جمل متواصلة ببعض، ووقتي اخر الرقصة تبعوت الخير اجوا الشر واخذوا كل المكان، بعدين انا بفوت والكل بيتصالح. كنا انا عم نحاول ننشر انه حتى لو الشر والخير ما بيتفاهموا دائما، بس انه هن بيوصلوا لشيء محدد. دوري بالعرض سمكة. عملت بالعرض دور الخير، أنا كنت مع الخير، وكنت أنا مع مجموعة الصغار خليني أقول، وكنا نحن كتير قريبين من ملكة الخير وكنا كتير منحبها، وكان ننشر الخير بأي مكان. كان دوري سمكة، رحنا نسبح حول ملكة الخير ونكون عم نرقص وهيك، بعدين فجأة تدخل ملكة الشر وشغلات بيطلع رعد وهيك. حبيت انه نوصل انه كل انسان فيه شر وخير، ولازم انه تحبوا الخير اكثر من الشر. العرض كان على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون، استمر على مدار يومين وتميز بوجود عنصر الإبهار والتجديد بكل لوحة.